يو جايز، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله اول يوم معنا الضيف ديالنا بوراك. سميتو عاد كنت بغيت نقول لكم بوراك راه فاق دابا. قبيل انا فقط جبت شي حاجه من باش نحطها في الفطور، وهذه درنا فطور شوي مغربي وشوي داخله فيه واحد اللعيبه تركيه، حيت صيفطت علينا ماما واحد الميزي كيديروه في البحر الاسود. كيجبدوه من الحليب ديال البقره، بحال ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن المهم كيجبدوه وكيطيبوه في الصباح مع الزبده وكياكلوه طبيعي 100%. دابا يلا غادي نمشي ان شاء الله، راه سميتو راه وجدنا الفطور قاديناه وكلشي. غادي نمشي نوريكم الطبله ديال الفطور، تشوفوا التساوي ديال ماما والمعان ديال ماما. كيعجبوني المعان ديال ماما، داكشي ديالها واعر. المهم انا نوري لكم حتى نتوما باش تاخذوا فكره على مثلا ديكور ولا ما عرفتش شي فطور هكا ديال ضيفان مثلا ولا شي حاجه. المهم حنا كنا غنحطوا المسمن وكنا غنحطوا سميتو، ولكن هو ما كياكلوش العجينه بزاف الصباح، كياكلو كياكلو داكشي بحال مثلا المطيشه هذه حنا والفريت. حنا ما نقدروش نديرو الفريت في الصباح، داكشي علاش قلت لا نديرو نص نص. درنا اومليت، درنا سميتو. المهم نوريكم دابا كلشي في الطبله ديال هذا الكوزينه، يلا معايا. المهم مرحبا بكم في الطبله ديالنا. نشوفو هنايا درنا ماما حطت هاد الكيسان، هادو كنا غنحطو الكيسان الاخر، قالت لك لا يشوف داكشي المغربي ياك ماما. ايوا هنايا حطينا هاد الشيء كيكونوا ملونين، حطينا البغرير الخبز، حطينا هنايا سميتو هاد اللعيبه هادي كدور في دار بها كدور. المهم هادو حطينا في الكونفيتور عسل زيت العود، هنا كاين الزبده والعسل مع البغرير، هنايا كاين هذا. المهم في هذاك ديال العسل، في جماس، في هادي. هذا هو المنزل اللي قلت لكم تركي صيفطات لينا ماما، ودرنا اومليت. وهنا كاين بيتي بان، داكشي ديال هذا الاموند وداكشي كناينه بنص الصورات نص الصورات مزال صوت مزال ماري نص باكا بوكا فالت اشتي يرس فاس يرس بنوزنده ترك oldu biraz güzel ama çok güzel gözüküyor değil mi? Bak bunlar Fas bardakları. Böyle renkli oluyor. Gördün mü? Afiyet olsun. Gel kişbel kisen diye zımzım. Kişbel kisen diye zımzım. Bizde böyleyse bizde böyle şeyse zemzem oluyor ya da böyle. Yok biz bu çay. Zemzem başka bizde. Kahvenin yanında küçük. كيحطوا واحد القهوه زعما. مشينا للمول حيت حدانا المول قريب لينا، مشينا تما جبنا شي حاجه خاصه لنا للغدا، مشينا جبناها انا وبراك. والمهم شاف حنا غادي تما شاف الحوايج ويتصدم ولا شمينا. بوراك البسه لار نصر؟ ها؟ البسه لار نصر؟ البسه لار بالي غالينا تيشيرت هادو من الحوايج الخاص داكشي علاش يا ناس. ولابس علينا التيشيرت هذا فيه الراي ديال تركيا وجالس يدور علينا كاع علينا تركيا فهرجز ما شاء الله ان شاء الله الله اكبر. قال لك كلشي كيقول لي ما شاء الله ان شاء الله الله اكبر، انت اللي حافظ العربيه. ايوا صافي دابا كنتسنى بابا يجي باش نتغداو، غنتغداو ان شاء الله. وفين غنخرجوا ماما؟ غادي نمشيو لواحد البلاصه باغي نمشي لها من شحال هادي، اللي هي جامع الحسن الثاني. اما يا ماكلار شوب جامع قال لك الماكله زوينه. انا من يا ماكله كنت ما كلتش ماما، جربت تلطيت تطيرت الماكله كره المغرب. اش من ماما ياك باكلتي بنينه اخت بنت امي. قلت لك سميتها جامع هزاني كي جديد جات تمام جديد هزاني كي جامع. غادي نمشيو للحسن الثاني، جامع حسن الثاني حيت بشحال هادي هو باغي يمشي ليه، قال لك واو واعر رجع له البحر وداكشي. غنديو عليه حيت هو قريب لينا للدار هنايا. بينما المهم راح مقادين ان شاء الله بروغرام تكملوا معنا لي فلوغ ان شاء الله ديال السفره اللي غادي نديرو. هاي المروزيه اظن ابو براك مروزيه
Mruziye aynı. Şöyle bir seveyim. تغدينا وسميتو وتكينا شي شويه هضمنا دابا عاد خارجين غنمشيو لجامع الحسن الثاني بوراك بوراك جامي ديوس بروسنا براسا بابا شنو هذا هادي الجنب اللي من هذا ماشي بازار شلون كابالو هذا تياتر مسرح تياتر بابا عرفتي شنو تركي وين هادشي بابا بابا البارح كنقول لي بابا راه كول حيت حنا المغاربه كنبقاو نقولوا كول كول زيد كول قال لي بابا شنو هيك قلت لي ايه ويقول لي بابا قال لي ديك الساعات شي داز لوخ بغى يعاود يقول لي بلا ما يسولني ويقول لي هاي هاي هادشي شحال ضحكنا براك نصر Çok güzel değil mi? Evet. Güzel. Şahsın. مع بعضي يا جماعة ترى وليت كرجع طحطحة البارح جينا درنا كوتي ومن بعد تشينا ولكن بقينا جالسين كنتحتو داكشي ما صورت لكم والو دينا شاف جمال حسن تاني داكشي جبو حت في الماء وهذا جبو تا هو داك الكورنيش شنو عاوتاني اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لعين دياب نوريه القدام حتى هاد الايامات غادي نوري هاد الشيء اللي هنا قريب لينا عاد من بعد نشوفو بلايص اخرين سو داكشي علاش ما كنصورش لكم بزاف شي فلوغات طوال غيكونوا ان شاء الله في الفلوغات الجايين غير هذا شنو كنت بغيت نقول لكم الناس اللي كيسولوني واش غنرجع لتركيا ولا لا بغيت نجاوبكم في هذا الفيديو هذا مادام انا كنجاوبكم على الاسئله ديالكم في كل فيديو كنجاوبكم على سؤال انا ان شاء الله غادي نرجع لتركيا ما جيتش هنايا جيت هنا غير عطله غير فاكونس وغادي نرجع ان شاء الله لتركيا عندي بزاف الحوايج ما نديرهم وداكشي داكشي علاش ما يمكنش ليا نبقى هنا سو غادي نرجع لتركيا انا لاني مستقره تما المهم حاليا مستقره تما سو هادشي اللي كاين بوراك ما عرفتش كيلعب مع شمس بصح كورانزي قلت لكم صافي نتمنى يكون يعجبكم الفيديو شكرا على المتابعه ديالكم كندير لكم فيديوهات قصار انا كنحاول نطول ما امكن كيجيو فيهم 11 دقيقه 12 دقيقه هذا ولكن ما نحاول نطول اكثر غير حيت ما كنديروش بزاف الحوايج في النهار داكشي علاش سينورا جايين فلوغات اللي غيكونوا طواجل بصح تبقاو معنا على المتابعه كنبغيكم بزاف ديروا لايك ديروا سبسكرايب ومع السلامة باي باي